والآن نتابع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. مرة أخرى مع آية كفوري. شكرا لكم، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأحد مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر، دافئا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، نبدأ من القاهرة العظمى 27 الصغرى 12، الإسكندرية 22 12، مطروح 20 13، بورسعيد 26 12، والإسماعيلية 30 12، نزل بعدها إلى السويس العظمى 30 الصغرى 12، العريش 30 13، طبعا 29 16، وشرم الشيخ 29 17، والغردقة 30 17. أيضا الأقصر سجلت العظمى 35 الصغرى 15، أسوان 36 16، الوادي الجديد 36 15، وشلاتين 32 16، وأخيرا حلايب سجلت العظمى 28 والصغرى 17. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.